الانتخابات البرلمانية ودور العراق في تعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الارهاب والفساد. من ابرز الملفات التي تطرق لها الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك. الرئيس العراقي قال في كلمته ان الانتخابات يجب ان تكون مسارا سلميا نحو اصلاح حقيقي يعالج مكامن الخلل في منظومه الحكم مؤكدا ضروره عدم التهاون في مكافحه الارهاب وان الانشغال في صراعات المنطقه سيكون متنفسا للجماعات الارهابيه. صالح دعا المجتمع الدولي لمساعده العراق في استرداد اموال الفساد المنهوبه. وتشكيل تحالف دولي لمحاربه الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربه داعش. لكون الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والارهاب حسب وصفه. على هامش المشاركه في اجتماعات الجمعيه العموميه اجرى الرئيس العراقي عددا من اللقاءات كان اولها مع الرئيس الامريكي جو بايدن. وتم التطرق خلاله إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية والإقليمية إذا أكد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل كما التقى صالح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة وناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والحرب ضد الإرهاب وبرامج الامم المتحده الانسانيه والتنمويه في العراق بينما اشاد غوتيريش بالتقدم الذي يحرزه العراق وجهود الحثيثه لتخفيف توترات المنطقه ملف دول جوار العراق كان حاضرا في جدول اعمال الرئيس العراقي فقد اجرى عده لقاءات منفصله لبحث التطورات الاقليميه ودور العراق في دعم الاستقرار بالمنطقه اذ التقى برهم صالح بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الخارجيه الايراني امير عبد الهيان ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح. من بغداد ينضم لنا للحديث اكثر استاذ الاعلام الدولي الدكتور فاضل البدراني، دكتور فاضل اهلا وسهلا بك في برنامج العراقي ومساك الله بالخير. دكتور شلون تشوف وشلون تقيم حراك الدبلوماسيه العراقيه الاخير في اروقه الامم المتحده؟ شكرا استاذ علي مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين في الواقع المشاركه الاخيره للرئيس العراقي برهم صالح في امام الامم المتحده خاصه في الدوره 76 حقيقه وبانصاف كانت مشاركه مهمه جدا واكدت على أن هذا المنبر اصبح هو صانع لحدث عراقي من خلال الخطاب الذي تحدث به الرئيس برهم صالح ولم يكن خطاب كلاسيكي مثل ما كان م. لبعض الدول، كان خطاب مهم شخص الكثير من الهفوات والكثير من الجوانب السلبيه التي يعاني منها العراق باعتبار الرئيس ذاهب الى هذا المنبر الدولي وهذه اللقاءات الكبيره لرؤساء الدول، خمس رؤساء دول، يعني رؤساء وزارات، وزراء خارجيه. ركز على نقاط جوهريه فيما يتعلق انه اصل مشكله الشرق الاوسط تكمن في الاشكاليه العراقيه، والاشكاليه العراقيه هي بسبب حدوث فجوه في العراق توغلت فيها دول المنطقه واصبح وقد نقلت صراعاتها الى داخل العراق، هذه طبعا اولا هو تشخيص دقيق جدا والامر الاخر كاشف الدول العالم المتقدمه ودول العالم أيضا الأخرى بما فيها الأقليمية على أنه لا يمكن حل مشاكل ولا يمكن صناعة سلام في المنطقة ما لم تبدأ هذه المسألة من العراق والعراق م. هو نقطة الالتقاء وهذه المسألة أيضا تم تشخيصها في مؤتمر فاضل الربط الربط ايضا يعني يعني تكمل نعم تكمل النقطه حتى ايضا اسالك على الموضوع الربط ما بين استقرار العراق ومكافحه الارهاب ودعوه دول العالم لتشكيل تحالف دولي هالمره لمكافحه الفساد واعاده اموال العراق المنهوبه هذا الربط ايضا شلون شفته لا هو المشكله العراقيه هي ليست في زاويه واحده وانما هي جمله عوامل امنيه اقتصاديه سياسيه قضيه حدود مع العراق كل هذه الأمور شكلت أن يكون العراق نقطة صراع وبؤرة صراع لدول المنطقة تشظت أنا باعتقادي قضية سوريا قضية اليمن حتى القضية الفلسطينية قضية لبنان أصلا لو كان العراق بوضع مستقر ما كانت هذه قد تشظت إلى هذه الدول وتلاحظ أن العلاقات بين دول المنطقة متوترة في السنوات الماضية على مدى 18 عام سببها في الحقيقة عندما تدخل في حيثيات المشكلة تجد انه انتقلت من العراق، العراق جغرافيا استراتيجية مهمة، العراق ثروات واعدة، العراق يعني قوة لا يستهان بها بشرية، هذه الأجندات الدولية عندما تواجدت في العراق نلاحظ انه نسفت الاستقرار وعلى في المنطقة وعلى هذا الاساس كانت دعوه الرئيس برهم صالح الى تشكيل تحالف دولي هذه نقطه جوهريه جدا ونتمنى ان يكون لها اصداء ومتابعه على صعيد الامم المتحده على صعيد الدول المتقدمه وان تاخذ بها ايضا الدول الاقليميه نعم. تشكيل تحالف دولي لمواجهه الفساد ومواجهه العنف الذي يحصل في العراق واسترداد الاموال المنهوبه هذه هي نفسها طلب ان تكون ان يكون هذا التحالف على نفس التحالف الدولي الذي تشكل في 2014 لمحاربه الارهاب نعم. دكتور دكتور لأن ايضا قضيه الارهاب والفساد نعم. بينهما عمليه تخادم نعم دكتور فاضل ايضا لاكثر من مره وفي اكثر من مناسبه عن طريق يعني سواء كان رئيس الجمهوريه رئيس الوزراء حتى وزير الخارجيه العراقي تحدثوا عن موضوع أن العراق يجب أن لا يكون في محور ضد محور آخر سواء كانت هذه المحاور دولية أو محاور إقليمية الانتخابات قريبة دكتور أريد أسأل هل هذه السياسة يعني هل تشوفون هذه السياسة مستدامة راح تبقى بالعراق لو أيضا أكو مخاوف من أن هذه السياسة ممكن تتغير بعد الانتخابات يعني هو حتى الرئيس العراقي في خطابه أكد على أن الانتخابات ستكون مرحلة مفصلية ولها تأثيرات على صعيد العراق والمنطقة لا. قضية الانتخابات وكما تعرف حضرتك كانت مبكرة وجاءت بناء على مطلب شعب عراقي بعد إقالة الحكومة السابقة وتشكيل هذه الحكومة. الآن العالم انفتح على العراق دبلوماسيا، المناخ السياسي الدولي أصبح ايجابي مع العراق. أزمة كورونا حقيقة وحدت الجهود، وأعطت درس فيه خوف لكل بلدان العالم والمنطقة، انه الاقتصاد راح يكون هش في السنوات المقبلة، وما لم يكن هنالك حقيقة تعاون وتأطير هذه العلاقات في إطار علاقات إيجابية ستكون شعوب المنطقه تعاني كثيرا من هذه الاشكالات. هذه القضيه اذا نجحت الانتخابات وكان للمجتمع الدولي دور كبير وهذه دعوات الحكومه العراقيه والمفوضيه والرئيس العراقي دائما ينبغي ان يكون للمجتمع الدولي حضور للاشراف على الانتخابات مراقبه الانتخابات عفوا. وايضا يكون للمنظمات الدوليه المعنيه بالتواجد في العراق. اذا كان الفساد قد لعب دوره السلبي كما لعبه المال السياسي الفاسد في 2018 سوف تنتج عمليه سياسيه لا تختلف عما انتجته انتخابات 2018 وهذه بالتاكيد راح تكون ايضا وضع العراق مضيعه بيد الدول الاخرى. وتعرف حضرتك أن العراقيين والعالم يعرف مشكلة العراق أنه دائما تتشكل حكوماته من خارج حدوده يعني حتى في العهد الملكي تشكيل الحكومة بالعهد الملكي تشكل من خارج العراق العراقيين للأسف عندهم مشكلة وأتمنى أنه لطالما نتحدث عن الانتخابات أن يكون أن تكون لديهم مشاركة في الانتخابات م. المقبله ولا ينتظروا تغيير الا من خلال صناديق الاقتراع وهذا الذي يركز عليه كل طيب. النخب السياسيه دكتور النخب الثقافيه ال النخب الكلام الإكترية. نعم انا ما أسأل للمجتمع العراقي نعم بما على, على الانتخابات والمسؤوليه اللي تقع على العراقي بكل بكل العراق بكل اطيافه هذه الخطابات وهذه الجلسات وهذه هذا الحراك الدبلوماسي شلون تشوف النخب بالعراق؟ يعني استطيع ان اقول ان النخب العراقيه لاول مره اطمأنت الى حد ما لا اقول اطمئنان ولكن اطمأنت الى وجود يعني حكومه السيد مصطفى الكاظمي كانت ايجابيه منفتحة على المحيط العربي المحيط الاقليمي الاطراف الدوليه ما عندها مشكله تماما وجود الرئيس العراقي برهم صالح كان عامل توازن ما بين كل أطراف العملية السياسية وحقيقة لأول مرة أن الرئاسة لم تدخل بمشاكل مع الكتل السياسية والحكومة أيضا كانت رغم ما عانت من ضغوط ومواجهات لكنها كانت تعمل يعني كفريق عمل واحد منسجم ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وحتى رئاسه البرلمان نعم. اشكالات البرلمان طبعا اكيد كثيره لان البرلمان يمثل كتل متعدده المزاج ومختلفه وهنالك ارتباطات وهنالك مزاجات لكتل لا تريد ان تتراجع عن مواقعها هذه جمله العوامل خرجت بها الحكومه على مدى تقريبا سنه وثلاثه اشهر حققت انجازات واهم انجاز هو الانفتاح على الفضاء نعم. الخارجي وصنعت وطرحت رساله اطمئنان للعالم بالتواجد في داخل العراق نعم. واصبحت بغداد حقيقه يعني مركز استقطاب دبلوماسي لرؤساء وملوك وشخصيات نعم. دوليه مهمه وهذه طبعا لاول مره تحصلان اعتبرها تطور نوعي نعم. هذا التطور النوعي يحتاج ان تكون ما بعد عشرة عشرة في الانتخابات ان يكون هنالك فعلا فريق عمل سياسي يقود سواء الرئاسات الثلاث أو يقود الكابينة التنفيذية أو التشريعية باتجاه يكمل هذه المسيرة لا دكتور. أن يتجه باتجاهات نعم. دكتور الوقت. فاضل, دكتور فاضل بدراني أستاذ الإعلام الدولي أريد أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة كنت معنا من بغداد شكرا دكتور بعد الفاصل الحديث مستمر حول كلمة العراق في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودور الدبلوماسية العراقية في تخفيف حده التوترات الاقليميه خليكم معنا يعني. الكلمه التي القاها الرئيس العراقي امام الجمعيه العامه للامم المتحده كدا على اهميه الانتخابات المبكره في العراق، وما لها من دور مهم في تصحيح مسار الحكم، كما تطرق الى مكافحه الفساد والارهاب، واهميه تلك المكافحه بالنسبه للحكومه العراقيه. فهي انتخابات مصيريه. ستكون لها تبعات على العراق وربما المنطقة انتخابات مصيرية هكذا وقف الرئيس العراقي برهم صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصف العملية الانتخابية المرتقبة في أكتوبر مؤكدا أنها مفصلية ليست للعراق فحسب وإنما للمنطقة برمتها في الكلمه التي القاها امام العالم اكد صالح توفير كامل الاحتياجات لاجراء الانتخابات وبقانون جديد طموح واشار الى ان اعاده ثقه الشعب بالعمليه الانتخابيه من الاولويات القصوى للحكومه العراقيه. في الشهر المقبل ينتظر العراق استحقاق وطني مفصلي يتمثل في الانتخابات المبكرة. استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم ويضمن الحكم الرشيد. وطالب صالح من المجتمع الدولي مساعدة بلاده في استرداد أمواله المنهوبة وكشف أن العراق بصدد تبني مشروع قانون لاسترداد تلك الأموال أدعو الأصدقاء في المجتمع الدولي لمساعدتنا في الكشف واسترداد أموال الفساد المهربة من العراق إذا أن تحقيق ذلك سيكون خطوة حاسمة في ردع الفساد ونجدد دعوتنا لتشكيل تحالف دولي لمحاربه الفساد واسترجاع الاموال المنهوبه على غرار التحالف الدولي ضد الارهاب. ولفت صالح الى ان العراق يتطلع الى دعم المجتمع الدولي لتطوير المناطق المحرره من الارهاب، مؤكدا ان العراق الامن المستقر يستدعي دعما اقليميا ودوليا. وفي سياق لقاءاته على هامش الاجتماعات التقى صالح في نيويورك وزير الخارجيه الفرنسي جان ايف لودريان، وبحث معه المساهمه الفرنسيه في دعم العراق في مكافحه الارهاب والمساعدات الانسانيه. لمناقشه محاور حلقه اليوم بتفاصيل اكثر ينضم لنا من بغداد السيد حسين علاوي. مستشار رئيس الوزراء العراقي ومن العاصمه البريطانيه لندن الكاتب والسياسي العراقي الدكتور ماجد السامرائي ضيوف الكرام اهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي ومساكم الله بالخير ابدا ويا الدكتور حسين دكتور حسين علاوي كيف اختلف خطاب العراق في الامم المتحده هذا العام عن السنوات السابقه يعني مساء الخير عليكم مساء الخير على ضيفك الكريم وكذلك بالمقابل المشاهدين الكرام اهلا وسهلا اكيد خطاب الدوله بدا يستعيد قدرته وقوته من خلال رئيسي السلطه التنفيذيه سيد رئيس الوزراء هنا في العاصمه بغداد كان يشرف على مسارات الانتخابات وكان سيد رئيس الجمهوريه يلقي كلمته في الامم المتحده وهذا تحول كبير جدا في ان يكون هنالك مساران لصوره واحده وهي ان هنالك عراق يتجدد بقدرته على اداره انتخابات حره ونزيهه وكذلك بالمقابل ماكينه انتخابيه ناجحه من خلال المفوضيه العليا المستقله للانتخابات ومن خلال ادوار الحكومه العراقيه ان كان على الامن الانتخابي وان كان كذلك على الدعم اللوجستي. والفني والمالي لا. وكذلك بالمقابل هنالك شعب يتشجع حقيقة للتصويت على الانتخابات وهذا تحول كبير وبالتالي عكسته صورة الدبلوماسية العراقية وكلمة السيد رئيس الجمهورية بهذا الاتجاه أشارت إلى منجزات وكذلك مسارات عمل تعمل عليها الدولة العراقية إن يعني كان في مجال مكافحة الفساد إن كان في كان في قضية الانتخابات إن كان في العلاقات الخارجية وإن كان في مجال الاقتصاد والحكم الرشيد وكذلك بالمقابل في مسار مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وهو أشار إليه بصورة واضحة جدا وكذلك بالمقابل المسارات الأخرى التي نركز عليها وهي قضية الاستقرار الخارج الذي ينعكس إيجابا بصورة فعالة على الداخل العراقي. وكذلك بالمقابل الصورة المكملة لهذا الموضوع وهو تحول السياسة الإقليمية للعراق نحو سياسة فاعلة قادرة على جذب الكثيرين من الدول شاء ان, إن شاء الله نقدر إن شاء الله اليوم دكتور نقدر نعم إن شاء الله نقدر نغطي هذه المحاور اللي حضرتك تفضلت بها بالتفصيل أستأذنك أريد أروح لندن وأسمع دكتور ماجد دكتور ماجد أسام الرائي أهلا وسهلا بك في بالعراقي كمتابعين وخبراء في الدبلوماسية العراقية كيف قرأتم رسائل العراق اللي انطلقت بالامم المتحده شكرا جزيلا استاذ علي لحضرتك ولقناتكم على الدعوه وشكرا كذلك وتحيه لضيفك الكريم من بغداد طبعا يعني لنتحدث انه مجال الخطابات في الامم المتحده معروف دبلوماسيا انه يتم انتقاء الكلمات والعبارات التي تكون مناسبه لمثل هذا المحفل الدولي العام. وهنا تكون قدره المتحدث ومكانته وطبعا السيد رئيس الجمهوريه الحمد لله لديه قدرات خطابيه جيده في في انتقاء الكلمات في لغه اللغه العربيه. انا في تقديري هو هذه المحاور لا لم اجد هنالك شيء جديد عن المحاور التي طرحها نفس السيد رئيس الجمهوريه برهان صالح ولكن هنا في تفصيلات اكثر يعني اضيفت اليها مساله الانتخابات المبكره لانه في عام 20 عندما القى الكلمه كانت المساله مساله ما زالت في بداياتها على الرغم من ان الحكومه العراقيه او المؤسسه الرسميه القياديه العراقيه جاءت بعد يعني يعني سقوط حكومه عادل عبد المهدي. انا في تقديري انه ما يتعلق بالانتخابات وهو المفصل المهم للحكومه التي اعلنت عن نفسها بانها هي جاءت من اجل انجاز مهمه اساسيه وهي الانتخابات. لا. وطبعا اشتغل السيد رئيس الوزراء باعتباره هو الرئيس التنفيذي للعمليه السياسيه وللنظام وللحكومه اشتغل كثيرا هو واجهزته يعني في مجال القدره على توفير الاجواء الامنه للانتخابات. طبعا هنالك اكيد كثير من الاجراءات الداخليه موجوده ونتمنى ان لا تحدث هنالك اي اختراقات امنيه قد تؤثر على عموم الشعب وامن الشعب العراقي لا. ولكن في مفصل الانتخابات انا في تقديري الاساسي ومن خلال مراقبتي انها لن تحدث تغييرا جوهريا في بنيه النظام بس السياسي بس عفوا دكتور دكتور ماجد انا بس حتى موضوع الانتخابات لانه اريد اسال به بتفصيل اكثر، بس دكتور ماجد نعم. ما شفت انه الخطاب والتوجه واللقاءات الثنائيه واقبال حتى خلينا نقول اقبال القيادات الدوليه على لقاء الرئيس العراقي وطرح هذه الملفات ما كانت جديده او كان لها طعم مختلف هذا السنه؟ إذا سمحت لي أستاذ علي فضل. أنا أتحدث وأنا سفير سابق ودبلوماسي أكيد وديبلوماسي. أكيد يعني ليش دع أسألك دكتور؟ فضل ولذلك أرجو المعذرة من هذا أن أتحدث بكل وضوح وبشفافية. لا. في تقديري أنه الحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مجال فرصة للدول فيما بينها ومسؤولي م. الدول لأن يلتقوا فيما بعض ضمن اللقاءات الجنا تمام يسمى باللقاءات الجانبية و في تقديري بسبب كورونا وبسبب يعني الوضع العام مشاركه الرؤساء قليله يعني صارت اكثر هو عباره عن وزراء خارجيه وقسم منهم رؤساء وزارات بالتاكيد يعني العراق يمتلك علاقات دبلوماسيه مع طيف واسع من دول العالم صغيرها وكبيرها فلا بد ان تحدث مثل هذه اللقاءات والدول عادة ما تعطي جانب الإيجابي يعني حتى م. تلك الدول التي قد تكون لديها مشكلات ثنائية قد تجد في ميدان وميدان نيويورك الأمم المتحدة فرصة للتباحث واللقاءات التي قد تتعذر من خلال الزيارات الثنائية وهذا ما حصل للسيد رئيس الجمهورية برهم صالح أنا في تقديري لغه الخطاب لغه الخطاب التي قدمها ايجابيه مم. والجميع اصدقاء العراق يتمنون للعراق الاستقرار وتذليل الصعوبات في مقدمتها الولايات المتحده يعني مم. سمعنا العبارات الايجابيه التي قدمها الرئيس الامريكي بايدن للرئيس العراقي برهم صالح بدعم العراق مجددا على الرغم من كل ما يشار من قصه الانسحاب المبكر او تحويل القوات الامريكيه الى قوات استشاريه هنالك رغبه دوليه بالتاكيد لاستقرار العراق نداءات نعم. اللي يقدمها نعم. السيد عفوا السيد برهم صالح نداءات متعدده الجوانب نعم. يعني ليست في جانب الانتخابات وانما في موضوع الفساد في كذا في كذا تمام وغير. في كذا في كذا نعم. ملف زين خليني ارجع الدكتور حسين دكتور حسين طبعا حضرتك اذا تحب تعلق على دكتور ماجد بس ايضا اريد اسال في ملف موضوع الفساد ومكافحه الفساد ودعوه الرئيس برهم صالح لتشكيل تحالف دولي هالمره بس على مود موضوع الفساد واعاده اموال العراق المنهوبه هذه الخطوه هل اكو خطوات رجع بيها رئيس الجمهوريه للعراق على الارض راح اكو تنسيق معين مع دول معينه في هذا الملف؟ يعني اكيد اكيد ملف مكافحه الفساد هو ملف عميق كبير له تاثير اجتماعي كبير جدا في ان يكون هنالك حلم عراقي في ان ينتهي الفساد من صورته التي ورثناها في السابق حقيقه. الان هنالك عمليات مواجهه تقوم بها الحكومه العراقيه الاتحاديه وكذلك سواء بادوار هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه وكذلك الرقابه الداخليه داخل الجهاز الحكومي في كل وزاره وفي كل دائره ومؤسسه موجوده وكذلك بالمقابل التقارير السنويه التي تظهر على العراق سواء دوليا او داخليا من خلال تقارير هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه وكذلك اللجنه التي شكلها السيد رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي وهي اللجنه خاصه تدقق بقضايا محدده بقضايا الفساد وحقيقه حققت نجاحات كبيره بعد طبعا ان ادان القضاء هذه النتائج والمتهمين كذلك والان اخذوا طريقهم حقيقه وكذلك المؤتمر الذي عقد قبل ان يذهب السيد رئيس الجمهوريه الى نيويورك وهو كان مؤتمر استرداد الاموال وهنالك اتجاه من قبل وزراء الداخليه العرب ووزراء العدل العرب لدعم العراق ودعم كذلك بالمقابل العراق بمسارات متعدده ان كانت مسارات قانونيه او كذلك قضائيه وكذلك بالمقابل السيد رئيس الجمهورية يتحدث حقيقه عن مسار جديد وهو المسار الدولي ويشجع عليه وبالفعل هنالك خطوات اليه تذهب سواء انه في اجتماعات الدول الصناعيه السبع قبل عده سنوات اتخذوا قرار بان يكشفوا عن الفاسدين ويساعدوا الدول الناميه على مواجهه هروب الاموال وتهربها وكذلك المبادره التي قدمها سيد رئيس الجمهوريه وهي خاصه بمسوده قانون في استرداد الاموال وكذلك بالمقابل المبادرات الحكوميه التي يشرف عليها السيد رئيس الوزراء نعم. الاستاذ مصطفى الكاظمي باتجاه احداث نقله نوعيه في عمليه مكافحه الفساد بالاضافه الى هذا المسار هو هنالك مسار حكومي وهي قضيه الحكم الرشيد الذي يتحدث عنه السيد رئيس الجمهوريه والاصلاح الاداري الذي يديره السيد الكاظمي في برنامجه نعم. الحكومي وهو كان هنالك برنامج مخصص حقيقه للاصلاح الاداري وهنالك هيكل الان للجنه خاصه عليا تشرف على الاصلاح الاداري داخل الدوله العراقيه وهنالك المسار الاخر وهي قضيه الاتمته الالكترونيه نعم. وكل هذه المسارات طبعا سوف تساهم بتقليل مساحات الفساد وتعطينا صوره في ان تكون هنالك خدمه زين تقدم زين دكتور إلى دكتور, دكتور حسين هل اكو دعوات احنا سمعنا اكو دعوات لدول معينه لاسترداد اموال عراقيه منهوبه هل اكو يجي دعوات وهي شنو الدول اكيد أكيد المؤتمر الاسترداد الذي عقد في العاصمة بغداد على مدى يومين حقيقة، وهو كان مدعوم من الجامعة العربية والدول العربية الآن هنالك اتجاهات لتوقيع اتفاقات ثنائية، وكذلك هذه واحدة من التوصيات التي كانت من أجل استرداد أموال هي أصلاً موجودة في القضاء لهذه الدولة أو تلك سواء دول الجوار. أو كذلك في الدائرة العربية أو الدائرة الإسلامية أو الدائرة الغربية، وبالتالي العراق الآن يسعى حقيقة لعدة مسارات من أجل استرداد أمواله المنهوبة وكذلك الأموال المحتجزة في السلطات القضائية أو السلطات الجنائية الموجودة في دول العالم إن كانت في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أو أوروبا أو كذلك دول أخرى. بالاضافه لمتابعه ثلاث انواع من الاموال وهي اموال ما قبل 2003 وحقوق للشعب العراقي كانت تؤخذ من خلال برامج خاصه قد تكون غير شرعيه او شرعيه ولكن هدرت بها اموال من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء وكذلك الاموال التي خرجت من الموازنه الاتحاديه وهنالك كانت 8000 مشروع منها 2000 تحقق و6000 مشروع كانت متلكه والبعض منها ما اشار اليه مسوده القانون التي تحدث عنها السيد رئيس الجمهوريه قبل اشهر وكذلك بالمقابل المبادرات الحكوميه للحكومه الاتحاديه التي بدات تسترد العديد من الاموال وكذلك زي سواء كانت اموال نعم داخليه بالمناسبة. او اموال خارجيه الان تذهب عليها وزاره العدل وكذلك الوزارات المعنيه طيب. الاخرى بالتعاون دكتور. طبعا مع هيئه النزاهه ووزاره الخارجيه وكذلك ديوان الرقابه الدكتور دكتور ماجد امكانيه قيام تحالف دولي لمكافحه الفساد واعاده هذه الاموال المنهوبه من العراق انا اذا يسمح لي الاستاذ حسين كلام جميل وحضرتك يعني ما طرحت قصه الاموال والفساد واسترداد الاموال لا تتم عبر يعني مثل ما يقولون انه حمله دوليه لاسترداد، الدول التي لديها الاموال المنهوبه من داخل العراق من قبل الفاسدين ورؤوس الفساد في هذا البلد لا يمكن ان تستسلم وتعطي هذه الاموال، هنالك من خلال متابعتنا لهذا الموضوع هنالك اصرار من قبل هذه الدول على الاحتفاظ بهذه الاموال المسروقه لانها تدر لها وتدير لها حركة اقتصادية في مرافق كثيرة وعدة دول الحديث عن الأموال أو الأموال المحتجزة لما قبل عام 2003 يجوز هذا كلام يسير لأنه الدول قد تتعاون في هذا المجال أنا في تقديري ويعني وجهة نظري القضية الرئيسية هي داخلية بالدرجة الأساس الضغط على رؤوس الفساد وهي مشخصة واعتقد لدى حكومه السيد الكاظمي ملفات واضحه وبالتفصيل، ذكر جزء من عدها في بعض الحملات التي جرت على بعض أي هو دكتور حسين قال بالضبط، قال اكو ملفات بالداخل لا دا يشتغل عليها لا سمحت لي اذا سمحت أي لي اذا سمحت لي استاذ علي تفضل بس اكمل تفضل الموجوده هي ملفات فاسدين وفاسدين ثانويين هنالك رؤوس كبيره التي هربت هذه المئات من المليارات الدولارات هذه رؤوس كبيره لا تتمكن هذه الحكومه ولا حكومه المقبله ان تسترد منها هذه الاموال، الضغط على رؤوس الفساد في الداخل هو الذي يجبرهم الى ان يرجعون الاموال العراقيه، وليس الذهاب مثل ما يمكن ان يسير عليه السياق الذهاب الى الدول الاخرى لتتعاون في استرداد هذه الاموال، القضيه قضيه داخليه صرفه ومحليه. وليست خارجيه دوليه. زين. دكتور حسين تعليقك. لا اكيد انا اتفق مع ما قاله الدكتور لكن بالمقابل المسارات الداخليه هو كيف ان ننشئ هيكل جديد للموازنه الاتحاديه، انا اتوقع مهمه البرلمان المقبل وكذلك الحكومه الجديده ما بعد الانتخابات لابد ان تبني هيكل للموازنه الاتحاديه يكون يتواكب مع تطلعات النظام الاتحادي الذي هو موجود دستوريا لكن على التطبيق نازلنا بموازنه البنود التي حقيقه ارهقت بناء يعني بنى تحتيه كبيره سواء في قطاع الكهرباء او الماء او الصحه او التعليم الى اخره وكذلك بالمقابل الآن الحكومة العراقية تعمل حقيقة على التضييق على مساحات فرص الفساد التي كانت موجودة في جسد الموازنة الاتحادية من خلال المراقبة والمتابعة وكذلك بالمقابل سحب المشاريع وهو ما عمل عليه سيد رئيس الوزراء هنالك أكثر من ألف مشروع ذهب إلى هيئة الاستثمار ووجد ان الرخص الاستثماريه في بعضها لا تعمل وبدا هنالك جهد كبير الان من هيئه الاستثمار لمتابعه هذه الاعراض التي اعطيت لان زين. تكون دكتور انا بس ردت, بس نعم. عمل. أنا بس ردت, ردت جو... جو... نعم انا بس ردت ما... جواب من حضرتك على هذه النقطه لانه عندي فاصل حتى بعد الفاصل نريد نحكي بملفات ثانيه اشكرك دكتور خليني بس استاذنكم ضيوف الكرام و المشاهدين عندنا فاصل وبعد الفاصل الحديث مستمر مع ضيوفنا الكري... ضيفينا الكريمين حول دور الدبلوماسية العراقية في تخفيف التوترات في المنطقة خليكم معنا يعني. اهلا بكم مره اخرى وحلقه اليوم من برنامج بالعراقي كاميرا البرنامج استطلعت اراء عدد من الباحثين والمختصين بشان العراقي حول كلمه الرئيس برهم صالح امام الجمعيه العامه للامم المتحده وما تناولته من ملفات عديده خارجيه وداخليه رئيس برهم صالح في الاجتماع الاخير في خطابه امام الامم المتحده ان يوازن بين علاقات العراق اولا الاقليميه والدوليه حتى يستطيع من خلالها استنهاض همم الدول المحيطه بالعراق ولا سيما هناك مشروع متاخر من عمليه الإفابية وهو مؤتمر دوله الكويت للمانحين لاعاده اعمار العراق وبالتالي يحاول العراق ان يعطي صوره بان هناك عمليه تطور في أول اجراء الانتخابات محاربه الفساد ملاحقه الاموال المنهوبه كان كلمه رئيس برهم صالح هو كبير في عوده العراق واقتصاد العراق الى الساحه الدول الساحه الاوروبيه والساحه الاقليميه وكانت هذه الكلمه هي امتداد لمؤتمر القمه الذي حاول العراق ان يجمع فيه اضداد الدول العربيه وكذلك الاقليميه من اجل هدف واحد واسمى هو ان يكون اقتصاد العراق هو في المرتبه الاولى. وكتب. السياسات الغامضه للحكومات العراقيه منذ اول حكومه عام 2005 ولحد الان لا تستطيع ان تتكهن ماذا ست تكون. هل سيستمر الانفتاح الذي أسس له الكاظمي مع دول العالم أم أنه س سيتم إلغاء هذه الاتفاقيات أو المماطلة من أجل عدم تنفيذها هذا من جانب من جانب آخر حتى لو عقدت اتفاقيات وكانت هناك سياسات ناجحة سواء من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية هناك عوامل داخليه وخارجيه تؤثر. العراق قام خلال الأشهر الماضيه بجهود دوليه دبلوماسيه، اعتقد انها اسهمت في اتضاح معالم حقيقيه للسياسه الخارجيه العراقيه، قد تساعد بشكل كبير اذا ما استثمرت في الداخل العراقي تساعد في استعاده الاستقرار، وشيئا فشيئا يعود الاقتصاد ويعود الامن بشكل آه كامل لكن هذا بكل تاكيد يعتمد على الداخل العراقي على مدى استجابه الداخل العراقي. نحن مقبلون على حقبه انتخابات مفصليه قد نجني ثمار هذا الخطاب المتزن الذي حظي برضا وباعجاب الكثير من المراقبين والمشاهدين سيما رؤساء الدول الحاضرون في ذلك المؤتمر. إذا نعود للترحيب بضيوفي الكرام من بغداد الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي ومن العاصمة البريطانية لندن الكاتب والسياسي العراقي الدكتور ماجد السامرائي. دكتور حسين أريد يعني يمكن طبعا أيضا دائما لك الحق بالتعليق على أي شيء سمعته إلى الآن من سواء من ضيفي دكتور ماجد ضيفي العزيز من لندن أو من المتحدثين والخبراء بس أريد أسأل على نقطة هاي السياسه اللي دا تنتهجها الحكومه الحاليه شنو الضمان انه راح تبقى او تستمر؟ اكو انتخابات جايه وممكن يعني الامور تتغير. سؤال مهم جدا هذا السؤال حقيقه. السيد رئيس الوزراء ركز على الجانب الفني بالمناسبه ولذلك هو هنالك مسار لمأسسه افعال الحكومه العراقيه وزاريا وهذا مهم جدا انظر الحوار الاستراتيجي العراقي الامريكي. كان هنالك قياده العمليات المشتركه، كان هنالك وزاره الخارجيه العراقيه، كان هنالك المسار الذي يمثل لقاء القمه الذي حصل بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء العراقي، رئيس الحكومه العراقيه الاستاذ مصطفى الكاظمي، وبالتالي لاحظنا ان الحوار الاستراتيجي العراقي كان فنيا أكثر ما أنه مساره سياسيا ولذلك وصل إلى نتائج مهمة جدا، كذلك اللقاء الذي جمع السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهان صالح مع الرئيس بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك تركيز على مأسسة هذا الموضوع ونتائج المواضيع التي يتم اللقاء بها سواء من خلال وزارة الخارجية، من خلال وزارة الدفاع، من خلال قيادة العمليات المشتركة، من خلال وزارة التجارة، وزارة الصحة في كل موضوع خاص بين كان في الصحه في التغيير المناخي والبيئه نجد وزاره الصحه وباعتبار البيئه ارتبطت بالصحه والان هنالك عمل كبير يجري حقيقه لمواجهه قضايا التغيير المناخي كذلك وزاره الموارد المائيه تشترك في هذه المواضيع وبالتالي كل هذه الفعاليات التي الان تقوم بها الحكومه العراقيه ضمن برنامجها الاساسي هي تعمل على مؤسستها وزاريا وتعمل على كذلك مشاركة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين في فعاليتها وهذا ما يعطي حيوية بأن تكون مشروعا تتقاسم به الدولة وكذلك مؤسسات الحكومة العراقية مع نظائرهم من الاتفاقات التي تجري كان اتفاقات على صعيد المياه مكافحة الإرهاب التغيير المناخي الصحة الاستثمارات وهكذا بالتالي تسير أو تغذى المؤسسات الحكومية ممثلة بالوزارات بالمعلومه بالاتفاقيه بالبروتوكول كذلك البيانات التي تظهر بين الحين والاخر من لقاءات الرؤساء التي تعطي انطباعا ان هنالك قرار سياسي للبدء بهذا المسار او ذلك المسار ولذلك الوزاره تاخذ مسارها الفني في عمليه تنفيذ هذا المشروع او ذلك المشروع دكتور ماجد دكتور حسين يقول الحكومه الحاليه دا تشتغل على مواضيع فنيه مؤسسة ومؤسساتية ومو بس على مواضيع سياسية أنتم شلون تشوفوها هل أكو مخاوف أن الانتخابات الجاية ممكن تغير سياسات والله مع تقديري واحترامي للأستاذ حسين وهو طبعا باعتباره يعني الآن يتحمل مسؤولية هو مستشار للسيد رئيس الحكومة ولكن يعني يعطينا صوره يعني المواطن العراقي هسه من يسمع هذا الكلام يقول احنا كنا كل شيء بخير يعني الوضع العراقي راقي جدا والعراق <applause> هو سويسرا الشرق الاوسط ما يقول انه العراق الان ما عنده مي ولا عنده كهرباء ولا عنده يعني هذا هذا عدم المساس بالمشكلات اليوميه التي جعلت وفجرت الشباب لان يتظاهروا ويثوروا وان ياتوا بحكومه <applause> الكاظمي يعني هذا هذا حاله من التناقض انا فقط يعني اسمح لي استاذ علي اورد عباره للسيد رئيس الجمهوريه قالها في العام الماضي وانا اتطلع دكتور. الى عفوا نعم دكتور دكتور حسين انا اريد اريد اسمع وجهه نظرك بس اريد الدكتور ماجد يخلص دكتور ماجد بس ابقى نعم. ابقى لي بنقطه ما تؤسس له الان حكومه السيد الكاظم اوكي، يعني حكومة السيد كاظمي تقدم عناوين جيدة ولكنها حكومة بالأساس هو قال عنها أنها حكومة مهمتها الرئيسية هي الانتخابات، أكثر من مرة نعم. نحن نسمع هذا الخطاب من السيد رئيس الحكومة بأنه مهمته الأساسية هي إجراء الانتخابات، ما يقدمه السيد الكاظمي هو قد يكون مشروع يعني للتغيير مشروع كبير ويتطلب الوقت والزمن والإمكانيات والأدوات أكيد مهمة ليست مهمة أيام أو أشهر تنتهي في في عشر عشرة عشرة القضية الرئيسية أكبر لأن يعني مشكلة مشكلات العراق كبيرة جدا تحتاج إلى تغيير وهنا أنا أذكر العبارة التي قالها رئيس الجمهورية ونحن نتحدث عن رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة قال هناك اقرار باستحاله الوضع القائم فالعراقيون يتطلعون الى احداث تغيير في بنيه النظام السياسي لا. وان يكون لهم حكم رشيد هذا ها هذه عبارات اطلقها السيد رئيس الجمهوريه لا. على منصه الامم المتحده في العام الماضي القصد من هذا هنالك طموح وقد انا يعني اعطي الحق للسيد مصطفى الكاظمي لانه مكبل ما حوله كله كل الفساد نعم. موجود وهذا الفساد هو إمبراطورية زين. قاتلة خلنا نسمع خلنا نسمع رد نعم. رد دكتور حسين تفضل دكتور لا أكيد إحنا من نتكلم حقيقة نتكلم الآن على وضع تأسيسي أساسا الحكومة العراقية لشيء مغاير على مدى ال 17 سنة اللي مرت على البلد ودخلنا بالسنة 18 حقيقة إحنا نعرف أكو مآسي أكو صعاب أكو قضايا كانت صعبه جدا ان نمضي بها لكن بالمقابل انا اتوقع انه انا كمواطن بالاخير يعني من اخلص من الدوام مالتي ارجع للبيت هم اشوف الكهرباء والمي ووضع كل شيء ولكن ليس الوضع سيء وليس الوضع كذلك بالمقابل كما يوصف حقيقه بالاعلام انه بصوره سيئه كثيره وكذلك الجهاز الحكومي من الظلم الكبير جدا الان ان يكتب حقيقه ان هنالك دوام ثلاث دقائق وعشر دقائق ونص ساعه وربع ساعه، هذه الكلمات و... و... استاذنا استاذ اكاديمي وهو يعرف حقيقه عمليه الضغط على الجهاز او الطبقه الوسطى اللي هو الجهاز الحكومي يمثله حقيقه ويمثل شريحه كبيره بها. انا اتوقع ان هنالك عهد تاسيسي جديد وهذا ما تحدث عليه حتى السيد رئيس الجمهوريه وقال ان هنالك الان رغبه كبيره لدى القيادات السياسيه والمجتمع الذي هو خرج في تشرين واحتجاجات تشرين واراد ان يكون هنالك حياه جديده يعني هو شنو اللي طلع الناس وخلاها تخرج في الشارع العراقي؟ البطاله والفقر وكذلك الفساد وكل هذه التحديات لكن بالمقابل هنالك طاقه جديده لدى المجتمع يريد ان نحولها حقيقه طيب. الى مسار جديد. وهذا المسار الجديد عملت الحكومة العراقية على تنظيم بعض الأمور الأساسية وأنظر حضرتك العراق تحول من ساحة مختلف عليها إلى ساحة متفق عليها يأتي له البابا ورؤساء الدول وهنالك كذلك بالمقابل قرارات الان اصبحت زين دكتور دكتور, نعم دكتور دكتور حسين انا اريد ابقى اريد ابقى اكو نقطه نعم دكتور حسين انا باقي مع حضرتك دكتور دكتور ماجد قال نقطه مهمه قال شارع العراقي شارع العراقي شلون يشوف يعني هل اكون نتائج على الارض الشارع يتعامل وياها؟ هسه حتى نريد نحكي من باب الدبلوماسيه اللقاءات الثنائيه وحتى الثلاثيه اللي عقدت في بغداد مع سواء دول اقليميه او مع دول جوار قصدي او دول اخرى، هذه شلون راح تنعكس على على الشارع العراقي؟ شوف استاذ علي البلد على مدى 17 سنه كان يعاني من سوء الاداره، يعني هنالك صحيح نقاط ايجابيه اسست في العراق لكن بالمقابل بين الحين والاخر تنهار لان ضاغط الارهاب وكذلك الصراع على السلطه وكذلك بالمقابل تهديد النظام السياسي كان موجود على مدى 18 سنه، انا اتوقع الان العراق اصبح بطبقه اجتماعيه لديها منظور سياسي جديد وهو ان يكون هنالك حكم رشيد وديمقراطيه واقتصاد جديد وهذا بالتالي اولويات اصبحت ضاغطه حتى على النظام السياسي وقيادة النظام السياسي ولذلك الان هو المسار الاساسي للمواطن الذي يطالب بتحسين الحياه طبعا من السياسي الذي سيذهب الى السلطه التشريعيه ويؤسس حكومه ائتلافيه من خلال نتائج الانتخابات وصوره البرلمان المقبل ما نعم نحتاجه اولا نحتاج الى الهدوء يعني حقيقه وهو ما بدا يتحقق شيئا فشيئا وكذلك بالمقابل المتابعة الحكومية وهو ما بدأ يتطور شيئا فشيئا الجهاز الحكومي لكن لم يصل طبعا إلى الطموحات الأساسية التي نفكر بها ونسعى أن نصل إليها لأن الموارد المالية قليلة الخبرة الأساسية بالإدارة لا. الحكومية ما زالت دكتور تنمو شيئا فشيئا وكذلك لا. بالمقابل تركة ال17 سنة أو تركة الحروب اللي هي على مدى دكتور, ماجد دكتور ماجد هذه البداية أستاذ أستاذ لك دكتور ماجد دكتور حسين يقول لك هذه البدايه لازم نشد على البدايه ونعترف هذه بدايه نحتاج أن ندعمها عزيزي استاذ علي طبعا. وكذلك يعني مع احترامي الكبير للاستاذ حسين وانا كنت اسمعه قبل ان يكون مستشارا السيد نعم. للسيد رئيس الوزراء كان طليق الان محددات الوظيفه تجعله يعني ليس كما كان يتحدث بصوره حره انا اريدك تجاوبني كتير. حتى الوقت لا يروح دكتور ماجد تفضل نعم اجاوبك اجاوبك يعني الكلام على المستوى النظري جميل جدا ولكن الوقائع ماذا تقول؟ تقول زي. ان الانتخابات المقبله بعد ايام ستنتج ذات الطبقه السياسيه الفاسده نفسها بل ستزيدها قوى الميليشيات المسلحه التي الان مخاطرها بس احنا دكتور دا ننتظر الانتخابات يعني لربما احنا ما ننتظر الانتخابات ونشوف الناس شلون راح تقرر مو صحيح؟ يعني احنا الا تحدث يلا نشوفها يعني ماكو قراءه يعني السياسيين يقرؤون نعم. الاحداث كما تكون انا اللي اقوله وأكده انه الاطار النظري ما هو الاساس الذي يمكن ان يحققه هنالك وقائع هنالك مشكله إن هنالك فاسدين وهذه الشبكه من الفساد لا يمكن ان تنتهي بيوم وليله تحتاج الى أطر لا. انا اتفق مع الاستاذ حسين قد تكون هنالك منطلقات ايجابيه في البناء ولكن تصطدم بقوى اللي هي مخربه للمجتمع لا. هذه القوى التي لا تريد بناء العراق الجديد والتي لا تحب العراق اصلا هنالك قوى سياسيه في البلد لا تحب البلد زين. أريد. للخارج أريد وتعمل أسأل. لمصالح نعم. وأديولوجيات الخارج أريد أسأل دكتور حسين أيضا واحدة من الأشياء اللي لاحظناها هالمرة أكو دكتور حسين لقاءات خارج النطاق السياسي التقليدي أكو زيارات المراكز بحثية بنيويورك قام بها سيد برهم صالح لقاءات تلفزيونية بقنوات أمريكية مو دائما تصير مع رؤوس الدولة بالعراق طبعا. شلون تشوفون هذه الخطوات أكو رسالة معينة تريد توصلها الحكومة للشارع مباشرة يبدو لا اكيد اكيد السيد رئيس الجمهوريه يمتلك من الخبره في عمليه اداره الدبلوماسيه العامه وتسويق العراق وكذلك هو ممثل فعال للدولة العراقية بنصبي كرئيس جمهورية وكذلك هو يعمل بالتوازي مع السيد رئيس الوزراء وكذلك لديه خبرة السيد رئيس الوزراء في تسويق العراق وفي عودة مرة اخرى صورة العراق القادر المقتدر المحافظ على مواطنيه وكذلك بالمقابل الحامي لسيادته وقدرته كذلك من خلال تفاعلاته الداخلية والخارجية انا اتوقع ان هنالك صوره تتشكل بعوده العراق الناهض العراق الذي يخرج من ركام الحروب والفساد والصراع وهذا بالتالي اصبح نقطه تلاقي ما بين الدول المحيطه بنا ان كانت المملكه العربيه السعوديه وايران وكذلك بالمقابل غيرها من الدول الاخرى تركيا ومصر وكذلك بالمقابل مسارات متعدده الان العراق لعب دور حيوي في عمليه وساطه او تنشيط او تغيير مواقف حقيقه لا. باتجاه عملية تطويع الوضع بالعراق نحو وكذلك الوضع <applause> بالمنطقة نحو منظور جديد للأمن المشترك أنا أتوقع العراق نعم يعاني من صوره سلبيه سابقه ولكن هنالك صوره ايجابيه تنمو وعلينا ان نشجع حقيقه لانه بدون تشجيعها يعني لن نستطيع حقيقه وصلت, وصلت الفكره ويعذرني دكتور ماجد دكتور ماجد و... انت يعني مو اول مره تيجينا ان شاء الله ان شاء الله نعوضك بالمره الجايه ونسولف اكثر دكتور حسين علاوي اشكركم جزيل الشكر كان معي من بغداد دكتور حسين علاوي مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي ومن العاصمه البريطانيه لندن الكاتب والسياسي العراقي الدكتور ماجد استا ان شاء الله نشوفكم باكر نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسون تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في الله